المجد أهل المجد فيها بساتين، وجبنا لكم من هالبساتين بستان، وما دامكم راقين فخمين جازلين، الجزل خليناه يا الرابع عنوان. واليوم نخلكم لنا مستعدين، ومن الجزالة عندنا أشكال وألوان. المجد أهل المجد فيها بساتين. سلام الله سلام يعجب اللي يستمع ويشوف، نعده للحبايب والحبايب يستحقونه. نقدم ضيفنا المعروف، وانتم يا أهل المعروف لكم منا الفوايد باللقاء وانتم تشوفونه. أهلا وسهلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج الجزالة. ومن الجزالة عندنا أشكال وألوان. اليوم جايب لكم قصة عن الطمع. الطمع شين والقناعة كنز لا يفنى. هذا يقولون ملك من الزمن السابق القديم، كان كريم ويده ندية، وفيه واحد من جلسائه اللي عنده قال: يا فلان أنا أملك نص الأرض. والآن يعني الواحد اللي من المراكز الكبيرة إذا روق وصار جوه زين يفلها ويعطي الناس اللي الخيط والمخيط على ما قالوا. قال: توكل على الله، خط بالأرض وما قدرت أنك تخطه ترك مالكه. هذا انجن، أبملك الأرض اللي أنا خطها برجلي، أي شيء أنا خطه. قال: رح اللي تقدر عليه سوه. ويقوم هالضعيف ويركض وخط له هكا الخطة الكبيرة. يوم خطها قال: بس برجع للملك وبقول له. يوم رجع بنص الطريق قال: أنا ما تعبت، خلى بطول أكثر، باخذ أكثر أرض. وهو يروح ويخط ويرجع قال: هالحين هذه أكبر، برجع للملك وبقول له خطيت. يوم رجع بنص الطريق قال: يا ولد خلني أرجع وأخذ أكثر. ويرجع وياخذ أكثر، وعلى هالطريقة إلين إنه راح وابعد عن الديرة وضاع وهلك وهلك هالطمع. وسلامتكم. ومن الجزالة عندنا أشكال وألوان. أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مع ضيف الجزالة الراوي الكبير والمعروف الأستاذ محمد الشرهان. مساك الله بالخير أبو خالد. يا هلا، مساك الله بالخير. الله يحييك يا مرحب. الله يبديك، الله مشرفنا يسلم. الليلة ومشرف برنامجنا ومشرف قناة المجد. الله يشرف قدرك ويسلمك ويشرف قناة المجد، ما قصروا، علومهم غانمة وطيبة، ورامجهم اللي يقدمونها كلها مفيدة لا لا للمجتمع والجمهور والناس يستفيدون منها. الله 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 يسعدك. اليوم أنا يا أبو خالد محتفل بتواجدك، ولا عندي شيء على ما قالوا المايك لك، وعلمنا وش عندك من سواليف طيبة معودنا عليها. تستاهل كل خير. يقولون الأولين دائما الدنيا منشاها من ضعف، حتى على ابن آدم هو يطلع ضعيف ويكبر وينمو ويصير رجال ويشتغل، وأحيانا أحد يتوفق وأحد يتعثر حظه شوي ثم يزين، وعلى هالطريقة. نعم. الحاصل هذه قصة طال عمرك سمعتها أنا، يرويها أحد الأعيان من القصيم، الظاهر أنه في بريدة، الشيخ صالح العبد الله العبد الكريم البراك. ونعم. سبق أنه رواها. أي نعم. وهي قصة عنوانها قصة شلوف. قصة شلوف. أي نعم. واحد اسم الشلوف اسم، ويروي قصته صالح العبد الله العبد الكريم البراك. أيه. أنا سامعها من علي وعجبتني القصة الحقيقة، وقلت عادة برويها بطريقتي أنا وأسمعهم غديها، يعني تصل للجميع وفيها عبرة. طول الله بعمرك، ما منك إلا الزين يا أبو خالد. إن شاء الله. يقول إن فيه وليد طلع
لأبوه. هاك الرجال عنده ولد، والولد هذا يمكن تقدر تقول عمره 8 سنين 9 سنين إلى 10 سنين، توفت أمه وغدا يتيم، ما عند ما يتيم الأم، لكنه عند أبوه. أبوه تزوج وخذ حرمة ثانية وجابت عيال، والحرمة ما تحب اللي من من اللي جابت عيال، ما عاد تبي عيال جارتها حتى لو مهيب فيه، ما تبيهم. صحيح. وتشوف ان هذا شرط سائد، اللي قال بعض الناس ترى يا باخت، بس على شرط ان تتربين ولدي هذه ولا بنتي هذه اللي امه ميته، امه متوفيه، تربين الولد هذا وتلاحظينها او البنت. فهي تقولي في بدايه الامر، لكن اللي جاها عيال نسته هذا، نسته اليتيم، ولا تسلطت عليه لين تملله وتخليه يروح. تغير الكلام. يتغير العمله. الحاصل انها الله يجير كذته، تجوعه ولا هي بتلاحظه، ودائما متخلزن، ودائما حالته حاله، يوم انه تعشى ويوم ينام جوعان، ويوم والابو فقير، وهم كلهم الابو والمراه هذه وعياله والولد هذي عندهم كلهم عايشين على الله، ثم على انخلت واحده عندهم، انخله واحده حلوه. الله المستعان. بس هذه هي اللي تقيضون منها ويكنزون منها الأشتاء، وطارحنا الله فيها البركة. هنخلة سبحانه، وانخلة حلوة، والحلوة الحلاء اللي تخبر حلال القصيم، يجي كبار نماه وحالي بسرته وكله. الحاصل أن الوليد هذا نشأ يتيم، بد اللي يوم كل ما تبر زود تسلطت عليه ذا المرأة وتذيه وتضيج عليه، وقبلها تشكيه على أبوه، وأبوه كفيف البصر. المهم يجوع ولا منه جاع، ما يلقى أكل، وش يقوم إلا صارت انخلة فيها ثمرة، يرقى انخلة هذه ويأخذ منها، يرقى حليل للولد الجليع، ويرقى الانخلة سريع في رق انخلة، ويقص له شمراخين ويأخذهن، وله يمكن أصدقاء واحد أو اثنين يروحون هناك للطعس، يعزمهم ويعطيهم منها، ولا قضوا يدفنون الفصم ويدفنون حتى الشماليخ الفاضية اللي يدخنونها. طيب أبو خالد، ما وصفت هالبسر، أنت عادك ترى توصف بسرة الحلوة ذا. حمر على كبر حجار أبو بس. نعم. وطعم الوحدة، تصدق ان الوحدة تشبع، مثل الوحدة تشبعها، والوحدة والنص تشبعه، وجبة تكفيه وجبة ليلة كاملة. ويقوم يدفن الفصم، ما يبي احد يشوفه. لاحظت المرة انه يسرق من النخلة دائما، يرقى بدون اذن ويرقى وياخذ. يوم هذا ويتجي للابو، قالت ترى الولد مهم مضبوط. وشلون؟ قالت انه يجي في غفلك واللي ما انت فيه يرقى النخلة، ويقطع من الشماريخ ويروح هو ويا ربعه هناك، يتوزعون في الطعس. اهبي. والحين ابيك تفطل له. قالوا شلون افطل له؟ قالت هنا تفطل له، وتقوم على الابو، ما ادري حطت لهم عيشيش مسكين يتوزع فيه، او انها فرشه فراش. المهم يوم جل الليل ليلين، ذا الولد ذيك الليله جايع ماسه الجوع، وذيك الليله لا هي برد ولا حر، الجو متوسط. ويجي الولد في الليل يرقى نخلة، يوم تو واصل عند الجمار تنخلة يعني فعلوها، تقل بطبط شيء وطاح شيء على العشة ومدري على الفراش، وفطن الأبو. يوم فطن ولا الأم بعد علمت، قالت ترى راح، يفطن الأبو له، قالت شفف النخلة. ولو قام وتشعوط منه ومنه، وذا اللي حاتي حول يا الخبيث، اترك انت اللي تبوق النخلة وتسرقها. قال والله يا ابوي، قال لا حول، علمك حول، والله ما اخذت شيء ولا وني ما غير بس بتنقض. قال حول، وده اللي يصايده، اللي يحاسيه منه راح منه، اللي يحاسيه منه مع ذا الشنق راح مع الشنق الثاني. ليش؟ يبي عشان يطب وينحاش، ما يمسكه. وهو والشاي بذها منه، ولو انها عمى يحاسيه، يصايد حسه، لا صار حسه منه جحت حته.
إيه يوم جاء كل مرة هو يجي يبي يطمر الله يجيرك هو يقضبه قضبته لعم ما شاءته وما يسره وما يسره ياخذ اللي معه ويروح الوليد من كسر خاطره تالي الليل طلع وخذ يعني اللي معه من بسر خذ اللي معه خذ اللي معه وطرده الله المستعان والسبب كل هالمرة هي اللي مرتبوه ذي هي اللي شابتين عليه المهم يطلع الوليد هايم ما يدري وين يروح معه يعني قبل الفجر بشوي الله قبل الفجر شوي وهو يهيم على نفسه يروح هالتنجوع وضايق صدره اليوم يومين وكسافه وحاله ودلي يمشي والله ما يدري وين هو متجه ويمشي ويمشي وينطر النور وتطلع الشمس ويطلع الصبح ويوم مشى 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 مسافته طلع عن الديره واجد اي طلع عن الديره واجد ويمشي يمشي 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 المهم ما درى الا ويطيح فيها كالحمله حمله اللي يسمونهم العقيلات العقيلات جايين من جهه بريده رايحين يبي يروحوا للشام المهم انهم راحوا يوم راحوا ويمشي ويدلي يمشي وراهم هو لقاهم هو مش بساقتهم يعني لقاهم ويمشي بساقتهم يمشي بساقتهم ما دروا الا هالولد اللي يتابعهم يا ولد عود يا ولد عود ودلي يتصدد عنهم لين يبعدون ولا ابعدوا ولحقهم ولا ابعدوا شافوهم يبي يتغبون عنه في تلاع ولا يتزيدونهم جبل ولا تلع ولا شيء صد شوي ثم لحزهم ويمشي 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 معهم مظلم الليل الليلة الثانية أظلم وهو لا يزال يمشي معهم جو يطرده يا رحل هالك يلا انزل رحل هالك يطردونه ما يبون بلشوم أقول لك واللي يرأس الحملة هذه أو أميرهم أمير العقيلات هاللي متجهين هم دائما يروحون في غرض التجارة وأكثر ما ينزلون للشام يروحون أمه يبيعون نبل ولا يجيبون بدالها سلاح ولا يجيبون بدالها قماش من أول هك الحين نعم إبراهيم بن صالح الحميدان ونعم الله الله من أهل بريدة إبراهيم بن صالح من خب من خبوب بريدة اسمه العريمضي أنت تعرف الخبوب حق بريدة تذكرها تدري سمهي أي أتذكر أنت عديتها علي طبعا المدن الكبيرة بريدة وعنيزة نعم لكن بريدة يتبع لها خبوب والخب يصير بين نفودين الخب يصير منه شعيب منه يصير بين نفودين والخبوب اللي تنطلق من بريدة تسيره اللي أنا أعرف منها وسمعتها من علي السكران الله يرحمه الله يرحمه يقول خب البريدي وخب بن دخيل وخب بن صغير وخب الشماسي وخب الهمش وخب الجطيلي وخب العريمضي وعزارين ورواق وضراس والمريدسية والدعيسة والقصيعة وخب القبر خب البصر خب الحمر خب المدرج خب ابو ثيل خب العاقول خب عجوزه خب خبوب واجد كلها تطلق من بريده ما شاء الله والخب يصير بين نفودين وهو من خب العريمضي اي الحاصل دلها الولد يمشي معهم يمشي معهم يوم جاء ثاني ليله وهو يلاحقهم قال يا الربع ابن حميدان لا تطردونه خلوه هذا صغير ولد جاهل خلوه معنا وش يجي يجي ذيب ولا يجي الشيء ولا يصير عليه الشيء وتحسفون خلوه وش يضر هم معنا ما عليه إن شاء الله لا ويصير معهم قام إبراهيم وحن عليه وخله خله معهم ودل كل ساعتين ينادونه المهم إنه يوم استمر معهم في هالممشى جابه وعينه وحطه ملحاق مع الطباخ ملحاق وشلون يا أبو خالد ملحاق يعني صبي يدرب له اللي قال عطنا وانا ابوك الملاس هذا مد لي 60 ذي عطنا المعون ذا رح جب ماء رح جب حطب رح جب ملحاق يعني مساعد نعم مساعد طباخ مثل ما تقول المهم خلاه مع الطباخ اللي يطبخ العشاء والغداء وتابعهم ومعهم ملحاق ومع المدة والطول اخترعوا له اسم سموه شلوف 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 شاو شاء لام واوفى بس هذا هو اسمه الحقيقي وهو هو اسمه ومن الجزالة عندنا أشكال وألوان واليوم خلكم لقامين
الغنم جاك اليوم الصبح قالوا للسلوف ذا رح جيب لنا خبز. قام ابراهيم حمدان عطاها مثل ما تقول اريل او عطاها فلوس وقال رح جيب لنا خبز من الخباز. راح الولد يبي يجيب خبز من الخباز ولا عليه هاك الثويب وصل على راسه وما ادري شلون. واليوم جاء عند الخباز ولا سرع تقلص قط عليه واحد او ما ادري وش تهاوش هو وياه ولد من 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 اهل الديره. اي نعم تهاوش هو وياه تقاضبون. المهم خذ هاك الحصات وطق ذا الفلسطيني طقه مع راسه ولف فالده. يوم فلقوه تجي الشرطه وتخم الولد هذا وياخذونه يجدعونه بالسجن اللي هو شلوف. شلوف الله. ويجدعونه بالسجن. يوم سجنوه الشرطه وتوافد ويوافد سجنه بغرفة فيها واحدة إنجليزية حرمة مسجونة. الحرمة ذي سجنوه معها قالوا علشان الصغير مو بحاطينه مع اللي أكبر منه حطوه عند الحرمة تراعيه الحرمة. الحرمة يوم شافته يتيم وسدى ويعني وحالته سخيفة وينعطف يعني من منظره ينعطف عليه تقل حنت عليه ودلت تسأله ولنام تناظره وتواليه وتعطيه من الأكل اللي معها الين حبها وحبته هي والفته وتولعت به. سبحان الله. المهم ربعها اهل الحمله يدورونه يدورون ما يدروا وينه وش اسمه ما يدرون شو اسمه. وحتى الشرطه يوم قضبوه قالوا شو اسمه قال ما ادري. من انت ولده قال ما ادري. وين اهلك ما قال ما ادري. قاموا حطوه بالبل الله المستعان. وسالته ذي قال ما ادري. المهم انه عند الحرمه اي بهالتوقيف الانجليزيه اللي بالتوقيف اي قول يا الدنيا قول يا الدنيا يعني مر فترة. المهم جت تبي تنتهي قضية الإنجليزية ذي اللي مسجونة. اي نعم. يوم استدعوها قالوا تعالي أنت عليك كذا 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 وموضوع تنتهي ويعني تقل مثل ما تقول عليها غرامة أو شيء وتبي تطلع. وقال خلاص أفرج عنك يوم أن سلمت الغرامة اللي عليها وبتطلع. انتهت مدة حبسها. مدة حبسها وتبي تطلع. قالت لا ما اطلع الا انا وهالولد. قال وش عليك من الولد؟ قالت ابد ما اطلع الا انا وشوفوا وش جريمته. المهم رد ابوك هات ابوك راح وفتشوا في الملفات ولقوا ان هالولد هذا عليه غرامه 50 جنيه مثل ما تقول بعمله فلسطين. بعمله فلسطين عليه 50 جنيه. قالت انا اسلم العمله ولا اطلع وهو فيه. والله جيده. ايوه تقوم وتسلم عنه وتطلعه الانجليزيه ذي. اي نعم. يوم طلعته سألته قالت وانت بتروح الحين؟ قال والله ما ادري. قالت تروح معي؟ قال ايه لديرتها. اي والمهم قوم اي سنعيه الحرمه شافته ما لها احد من سجن ما جا احد يزوره ولا احد يسال عنه ولا ما حد جاء. يا عزتي له. وقوم يخذيه الانجليزيه ذي وروحي وقصي له جواز وروحي به. قالت تروح معي لبريطانيا؟ قال ايه بريطانيا. ويروح تروح به معها لبريطانيا بريطانيا ويقعد عندها اسبوع وروح. المهم دخلت المدرسه. يا سلام. دخلت المدرسه وخلته يدرس ويدرس ويدرس يا ابو الحبي ويدرس ويتخرج. المهم ويدرس مده طويله لين تخرج طيار. يوم جاء يوم من مره من المرات وله جاي بالطياره هو اللي يسوقها. جاي من لندن يبي يروح لبيروت. يوم طب بيروت وجت الطيارة بترجع راجعة من بيروت لندن. هو اللي كان يسوقها. المهم في الطريق وهم في الجو قام شلوف هذا الطيار هذا الطيار يبي يروح كرمك دورة المياه في الطيارة. سلمت. في الطيارة يوم فاض من الكابينة على الطيارة وللركاب اللي في درجة أولى فيه ناس شخصيات درجة أولى وهم أقرب شيء للكبينة حق وهم الكبينة. أقرب شيء للكبينة. يوم طالع ولا والله أن هك الرجال اللي جالس شخصية رجال شخصية هذا اللي جالس. ولا جنبه من في وقتها كان أمير الملك فيصل كان في وقتها أمير. الله يجعله بالجنة. الله يغفر له. كان أمير ووزير خارجية. الله المستعان. ويبي يروح من بيروت يبي يروح الوين لندن. عندهم مؤتمر واللي معه منه ابراهيم الحميدان مرافق مع الملك فيصل. مرافق مع الملك فيصل. الله. مع الامير فيصل كان أمير. كان وقتها امير 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 وزير خارجيه مثل ما تقول. الله يجعلهم بالجنة. في الخارجيه. اي ولا معهم. يوم التفت
ولا والله ان ولا هذا ابراهيم الحميدان مع امير حملتهم هكذا امير حملتهم. لكن وشلون وصل ابراهيم الحميدان لهالمكان هالحين اعلمك. لا انتهت القصه هذه خلاني في شلوف هالحين. اي نعم الحين اعلمك. المهم ان ابراهيم الحميدان جنب فيصل، هو يوم انه مسك العمود حقته، اما في عمود اللي يربطون فيها ستارة اللي تكون جنب دورة المياه في الطيارة. اي نعم كان صح. واقف وناظرها ويوم طالع ولا والله ان هذا ابراهيم الحميدان. أيه. اللي عطف عليه وناداه وخلاه مع الحملة، ولا هذا هو يعرف شخصيته. هم السبير لا من التسبر ما تغير ملامح وجهه، يبتل عليها. صحيح. ويناظره ويناظره ويناظره. قال الأمير فيصل يا إبراهيم، قال الطيار ذا يناظرك، هذا أشوفه يناظرك. قال ورفع رأسه أنت ذا إبراهيم الحميدان. قال لي هذا ولغاد حمر وجسم عليه هو أنت شلوف مذيعته لربه. قال إيه هذا أحمر عطر، يقوله له الحميدان، يقوله الحميدان له، يحسبه إنجليزي هو. قال مسيك بالخير يا عم إبراهيم، يقول شلوف شلوف عرفه يوم قال احمر. إيه يوم قال احمر. قال مسيك بالخير يا عم إبراهيم. قال ها هلا عرفتن، يحسيه بلهجته القصيمية. قال عرفتن يا عم إبراهيم. قال لا والله ما عرفتك، من أنت؟ قال أنا شلوف. قال الله غرب له شلوف. قال قال وش جابه كل هالمتان؟ قال هل تشوف جابن الله المستعان، جابن النصيب هالمتان. وشلونك عساك طيب الممتحفهم انه يا جلوف، ويقعد على حيله مزابل بالحميدان، على ركبته مزابل بالحميدان. قال اول شيء ابسالك ابوي وشلونه؟ قال ابوك توفى الله يغفر له يوم يروح منه وهو حي. اي قال ومرت ابوي؟ قال مرت ابوك موجوده. قال وتوفى ابوي؟ قال لي. قال الحاصل هالحين انا برجع لندن ولا انا بشايفه، لكن وشلون وضع مرتبه؟ قال ابد على وضعها، مرتبوك على ضعفها. قال هي حجت ما حجت؟ قال والله ما ادري. قال يا عم ابراهيم بعطيك فلوس تعطيهن مرتبوي، اما تحجج عنها ولا تحج عنها، تحج لابوي تحج لمرتبوي، وهذه فلوس اللي اعطيك اياها. والله طيب. قال وحين وين شغل؟ قال شغلي في الطيران. قال وصل كابتن. قال له الامير فيصل طيب ودك تنقل عندنا تجي للسعودية تجي نحطك في الطيران؟ قال لا والله أنا رغبان في متاني. وذا يا رجال ذا قال لا لا أنا ما أخلي أمي اللي جابتني هنا الإنجليزية، أمي اللي جابتني وصلتني هالمتان ما أخليها ولا أبور فيها. وعي يجي هذه القصة انتهت. لكن وش اللي وصل بعد إبراهيم الحميدان؟ وش اللي وصله بالقرب من فيصل؟ هنا أعلمك هذه قصة ثانية. أي إبراهيم الحميدان أمير حملة ورجال، بعض الرجاجيل يعطيها الله موهبة حب القيادة وحب الخير للناس وحب الإرشاد. كان إبراهيم الحميدان هذا من أول في حائل مقيم، وقد واجه الملك عبد العزيز ذاك الحين، قد واجه الشافع في حائل في مناسبة أو شيء كذا مبطي. المهم قول لي الدنيا، قول لي الدنيا، ويطلع هو من حائل على نجد إلين وصل الحجاز. وافقت جيته للحجاز ذيك السنة أن الملك عبد العزيز كان موجود، فراح يسلم عليه ولا يسمع به. والملك عبد العزيز الله يغفر له ويرحمه أمات المسلمين، يعرف الرجال الطيبين والأوفياء حتى في محلاتهم لو ما شافهم. صحيح. لو ما شافهم اللي في القرى واللي في المدن، والمثل يقول الطيب يجيك ذكره. صح. إلى ذكر له رجال طيب في ديره وقيادي، وأنه في الدبره إلى راح، وأنه يبت في المواضيع اللي يرسل فيها، يحفظون اسمه ويطلبونها الحكومة هكا الحين. قول لي الدنيا وتمر الفترة ويروح للحجاز، ووافقت أن الملك عبد العزيز ذاك الحين في مكة. راح وسلم عليه يعني، ويعرف أنه يعني أبدأ رغبته في أنه يصير بالقرب من جلالة الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، وأنه يعني يتشرف بالخدمة. فقال
قالوا أنت نعم يا إبراهيم وسمعك طيب ونعرفك وتستاهل. وهالحين قام وجهه وخلاه يروح مع مع يصير مع الملك مع مع الأمير فيصل يوم أنه كان أميرا في الحجاز، خلاه مع الأمير فيصل يعني مع الموظفين الكبارية اللي عنده. أي نعم. ها إلى أنه صار دائما مرافق مع فيصل، يروح ويجي معه ذا. هذه نهاية ما أدري عاد وش الله سواء. الله يغفر له ويرحمه. لكن إبراهيم الحميدان، إبراهيم بن صالح الحميدان من الرجال اللي ينعدون صاحب رأي وصاحب ولاء للوطن ومحبة للوطن، الله يرحمه. الله دائما الطيب على ما قال الأولين، قال الطيب يجيك ذتره. نعم صحيح. ولا صار يعني من بدايتها قائد حملة مثل ما قلت إلا أنه رجال انكفوا. أي نعم. يقول الشاعر عبد الله بن محمد الصبي، اي هذه قصيده بسمعك اياها. سم انا يعني بنختم بهالحلقه هذه، ما بدي لنا وقت شوي. اي نعم. اي والله الكثير من اهل الوش وما انشقرا فيه يحطون لهم مسميات، اهل دير القاب، القاب اي نعم، فيسمونهم بيلش. يقول ولا يعرف الا بن بيلش، ولا هو اسمه عبد الله بن محمد الصبي. اي نعم. فيقول يوم انه استقر الحكم في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله عليه، يقارن بين اللي هو فيه الآن وبين من أول شو كانوا الناس يأخذون. نعم. ما تقدر تقطع من ديرة الديرة إلا برفق. صح. فيقول الله البادي ولا خيب الله من دعاه، يرفع الراية الفعال فالناس الجميل، معطي الخلق المحاويج يوم الله عطاه من جزيلات الوهايب إلى شح البخيل. أتمنى والتمني من العازل سفاه، لو يطيع الموت ياخذ عن الطيب بديل، وش يبغى بردي لو تمادى في الحياة ما وراء عمره ولو طالت أيامه حصيل. وصف. قبل أبو تركي، يعني قبل الملك عبد العزيز، قبل أبو تركي وحنا على درب المتاه، وجابها المولى على سنة الهادي دليل، ما تبين له ما تبين له على الدين من فتق الرفات سنها المهدي ويا قرب سعد من دليل. الله. سعد ودليل محلات معروفة على الطريق. إيه. على طريق الدمام. يا قرب سعد من دليل. إيه. شيخنا ما زال يرفع لنا طيب نباه، شيخنا ما زال يرفع لنا طيب نباه، حطها الباري على نجد واطرافه وكيل، حطها الباري على نجد واطرافه وكيل، رايها الميمون في كل ما جوب النواه، كم تحمل عن رعاياه من حمل ثقيل، إن عطى فاصغر عطاياه مفتاح الغناء، وإن سطى عينت مضراب هداته جليل. الله 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 الله. عاش من يضفي على الدين والدنيا ذراه، عاش من يضفي على الدين والدنيا ذراه، سايس الثنتين عدال عنهن ما يميل، ساسها بالعدل واختارها الله من سماه، ساسها بالعدل ساسها بالعدل واختارها الله في سماه، دعوة من صالحين السلف رفعة بليل، انشد المنصف عن البيت يوم انه ولاه والمدينة من عمرهن بتمهيد السبيل. الله. يقول شوف الفرق بين من اول وبين هالحين. ايه. يقول يركب الحجاج من هجر من الحسا، يركب الحجاج من هجر وسلاحه عصاه، ما يذل من المخاوف سثير ولا زليل. هذا بوقت الملك عبد العزيز. اي نعم. الى الان ولله الحمد. اي يركب سلاحه عصاه. وسلاحه عصاه، يركب الحجاج من هجر وسلاحه عصاه، ما يخاف من المواذي سثير ولا ذليل. وشلون؟ قال إيه، أمن الخائف وضاعف على الحائف جزاه، واستراح من السهر فالمراح والمزيل، لو صلاح الناس في غارب الجوزة رقاه، ما يذل من المخاوف ومن ربه ذليل، عزها الله من خليفه ومن خلف وراه، يلا هنيلك عن الحق من قدره دخيل. الله الله الله. صح لسانك وصح لسانك. وابو خالد قبل ختم ابطلبك طلبه. سم. حلقه واحده ما تكفينا، نبي لنا جزء ثاني، وان شاء الله انك موافدني. سم ابشر ان شاء الله. يعطيك العافيه. نعم. اعزائي المشاهدين، طلبنا الجزل وراوينا المعروف محمد بن علي الشرهان ابو خالد حلقه ثانيه، ابقوا معنا بالجزء الثاني. السلام عليكم. ومن الجزالة عندنا أشكال وألوان.